طيب للناس اللي بتقول هو احنا هنرد على التحكيم هنتعلل بالتحكيم، لا التحكيم جزء هو انا ما اتعللش على استاذ ابراهيم حقوق الفريق في المباراه، اذا كان خد حقي ما اتعللش بيه ليه؟ اديني حقي وحاسبني، ده مش كمان راينا، ده راي الكابتن سيد عبد الحفيظ. نشوف انا مش معنى ان انا ابقى وحش جدا وسيء جدا وما عنديش اي حاجه ان انا ما اخدش حقي كضربه جزاء. ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، يمكن انا كنت متخوف من الحكم، انا كنت متخوف من حكم اللقاء وتخوفي عند حق وعند في محله. الحكم ما فيش خبرات خالص، انا وحش يا عم، انا اسوأ واحد في الكون، انا وحش جدا، انا سيء جدا، بس ليه عندك فلوس؟ اديني فلوسي ماشي، حقي اديني حقي، انا شخص يعني حقي ولا مش حقي اخده. انا وحش بقى النهارده، ما كنتش مظبوط، ما كنتش هذه اللعبه. بص بص يا كابتن، لا 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 يا كابتن خالد، ايوه انا قلت لك لا كابتن خالد، ده ضربه جزاء، ده ضربه جزاء ومحضر. الغريبه ان المخرج ما عاد الكره، لا احنا الغريبه لقيتها. ان الفار حتى الفار ما تكلم عنه. ابو نواف كابتن خالد، احنا محتاجين لحظه سكوت، اه والله لحظه صمت مش لحظه كلام. لا يا جماعه لا لا، ضرب الجزاء. انا وحش بقى، انا وحش جدا خلال الماتش، انا وحش جدا، انا سيء جدا، بس ليه ضرب الجزاء المفروض اخدها وبعدين نتكلم. حكم اللقاء حكم متسرع جدا في الصفاره، حكم الا في اللقطات اللي شبه ديت. يعني انا مش معنى ان انا الكره دي انا عايز اتكلم فيها. ناس كتير من قال لك يعني ده التحام ودراع مش عارف مالها بتاع، ما حدش اشار الا القدم اللي دايس على رجل بيرسي تاو دي اللي وقعته، لانه ما عرفش ينط، يعني هو داس على رجله وزقه فوقع على ظهره. يا جماعه هي من فوق ضربه جزاء ومن تحت ضربه جزاء. طيب تستدعي الناس تشوفها في الفار ولا لا؟ 91 ها؟ الدقيقة 91، ما هو لا يعني الماتش يخلص 1-1 91، اذا كان ما طردلكش الراجل ابو كوع في المرتين طيب الحقيقه اخطر ما في الموضوع، كنا بنتكلم على انه الاخطاء بشريه وان الحكم بشر وخطأ وارد، لكن الحقيقه الكابتن رضا البلتاجي بكل شجاعه راح للموضوع في الجول. نشوف التحكيم عداله والتحكيم شجاعه. الحكم لو فقد العنصر من الاثنين دول سواء العداله او الشجاعه ما خلاص ملوش تحكيم. الاختبار الاخير هو في الدقيقه 90 شفت سوء نيه من الحكم. انا شايف يرك الجزاء سهله، شفت سوء نيه من الحكم. انا شايف سوء نيه من الحكم في اللعبه دي، يعني تعمد عدم احتساب الركله. حكم وغرفه الفار والاخراج. الاخراج كان بيعيد رمي تماس وبيعيد فاولات في نص الملعب. لعبه مش هقول ركله جزاء بنسبه 100%، لكن ليه ركله جزاء؟ اعيدها لي. يعني ايه؟ خلينا انها مش ركله جزاء خلاص. لكن على غير العاده وان هم متقدمين في التصوير يا كابتن ضياء، وما ناويش على اللعبه خلاص، ما عداش خلاص في وقت وانت بتعيد فاولات في نص الملعب. انا شايف اللعبه دي تؤكد ان هناك سوء نيه. عندنا في مصر حكام في دوري القسم الثاني افضل من الراجل دوت. هو ما مش عايز يشوفها، مش عايز، ما عندوش رغبه للاحتساب ولا الفار. ست مريم والفار فين؟ يعني لو دي ضاعت عدت الحكم في الملعب، الفار ما منوش خالص بالمره، ما شكتش يعني الدنيا كلها بتقول في بنالتي، اللعبه تخلص، لا الحكم ولا غرفه الفار. ليهم راي ثاني، بس انا ولا حتى المخرج عايز ينوه عنها، يعيد عنها. ده المخرج اكد لنا ان دي بنالتي كده، يعني تغاضي المخرج عن اعاده اللعبه، اغفال اللعبه دي يؤكد لنا ان هو شايف فيه بنالتي ومش عايز يورط الحكم. كابتن رضا رصد حاجات مهمه جدا دلل على سوء النيه، ان حتى المخرج ما عادش اللقطه تنسيق يا معلم، يعني ما جابش. طب ليه ما جابهاش؟ هو رايه بيقول لك انه اكدها، عدم انك تعيدها تاني عشان تثبت براءتك ما عملتهاش، يبقى انت خايف منها. مساله انك انت يعني الاخراج، الفار، الحكم، الثلاثه دول مع بعض الاتفاق بينهم كان واضح جدا، واول مره كابتن رضا جابها وش كده. الحقيقه كابتن رضا البلتاجي انا بحييه على الشجاعه،
ليه؟ لانه قال لك التحكيم عداله وشجاعه، حكم مش عايز يشوفها. وقال انه الحكم طوال المباراه اولا كان بيتعمد يحتسب اخطاء كتيره لصن داونز حوالين منطقه جزاء الاهلي. ولو تلاحظوا هو رضا البلتاجي بيتكلم بالحس بتاعه، واي حكم عنده خبرات في حجم رضا البلتاجي وكل خبرائنا عارفين شخصيه الحكم عامله ازاي وبيصفر فين، لانه هو بيرضيك بشويه فاولات في نص الملعب او في ملعب الخصم، فتبدو المساله بالنسبه لك ان هي منطقيه وما هو بيصفر للكل. لكن لما تيجي مثلا ضربه بالكوع في وش لاعب النادي الاهلي، مره يديله انذار وبعد كده يتغاضى عن طرده، وفي المرتين يستحق الطرد، بس حتى لو ادى للراجل نمره 25 كارت تاني يطرده. فقال لك هو بيستخدم حاجات بسوء نيه واضحه، ثم لما تيجي دي لا يروح للفار ولا الفار يستدعيه ولا حتى المخرج يتكلم. وقال لك ده حكم افتقد الشجاعه وافتقد العداله، والحقيقه الاثنين لم يفتقدهم رضا البلتاجي في تحليله. واشار الى جزئيه وهو بيقول لميدو انا بعت لك رساله والتاني عايز يورطه، قال له لا، النادي الاونر بتاع سان داونز باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي دلوقتي، ده النادي بتاعه. كون ان هو لما مسك رئيس الكاف يتخلى عنه لابنه، ده مش معناه ان الراجل شال ايده من عليه. يعني لما نيجي نقول هذه المعلومات بتنرفز اما واحد يجي عامل نفسه يعني لا الفير هو قوي. هو دلوقتي ساب النادي، ما طبعا ساب النادي يا استاذ. سابه لابنه. سابه لابنه لانه قانونه ما ينفعش، وهو اللي بيصرف على كل حاجه. لانه ما ينفعش. فمن النبي يعني ارجوكم يعني بالراحه علينا شويه.